اهلا بحضراتكم حلقه جديده. واحد من الناس في رمضان وقبل الفطار كل يوم متعودين بنقابلكم وبنحاول دايما ان احنا ندخل البهجه والسرور لقلوبنا من خلال حبايبنا اللي موجودين في شوارع مصر كلها. بننزل كل يوم بنلف كل شوارع الجمهوريه من اقصاها الى ادناها. بنروح كل محافظات مصر عشان نقابل الناس الطيبين ومعانا جمعيه البر والتقوى عشان خاطر نحاول نسعد هؤلاء الناس وندخل البهجه والسرور لقلوبهم ونحاول ان احنا نجبر بخواطرهم ونسعدهم. فيا ريت كلنا والله نحاول نجبر بخواطر الناس. قد ايه ثوابها كبير وعظيم مش عايز اقول لكم. وربنا يا رب يكرمنا ان شاء الله. السلام عليكم. سلام. انا اسف ازعجتك. سلام حضرتك. رمضان كريم. الله اكرمك. ازيك؟ الله يسلم حضرتك. انت قاعده كده ليه؟ قاعده كده ومالك؟ ابدا قاعده هنا عند والدتي يعني استمرت شويه. والدتك مالها عندها ايه؟ مريضه كان جالها كورونا والاخر طلعت بتليف على رئتين يعني. وبعدين؟ وبعدين قعدت معاها هنا حوالي شهرين وسبت بيتي واولادي كده وبعدين خدتها عندي. ودلوقتي بعالج عشان هي قاعده على كرسي بعجل واكسجين يعني على طول باستمرار. ليه بلا رحت المستشفى مضطر اقرر على نفسي ان انا اخد جهاز ب 70,000 يعني ضمان يعني ما يخربش يعني ضمنت يعني وما تخف ابقى ارجعه. فمخليها عندي بقى بالجهاز بالانابيب بالحاجه وكده يعني والعلاجات انت عارف حضرتك بقى. بجيب تصرف منين؟ والله هي ليها معاش من والدي ما مات وبكمل من عندي يعني. كام معاش؟ معاش 1200. وانت بتكملي منين؟ ما انا عايشه معايا يعني بصرف عليها ما تعوز حاجه يعني. انت عندك مش منقصاها يعني. ربنا يكرمك يا بنتي والله. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 37. اسمك ايه؟ اسمي مروه. طيب جوزك بقى عامل ايه بقى؟ انت سايباه كده؟ لا ما هو ما زعلش ولا حاجه؟ لا ابدا يقول لي اللي عايزه حاجه قولي لي لو في علاج نقص رني عليها. وشغل باليوميه في مصر يعني في محل كاشير يعني كده. وعيالك فين؟ وعيالي موجودين معايا في المدارس. عندهم قد ايه؟ واحد عنده 18 واحد عنده 16 وعندي 3 بنات صغيرين. ما شاء الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك. بس انا عايز اقول لك بقى مروه انت بتعملي كده حاجه جميله جدا انك انت بتبري امك. انا اساسا بعد ابويا ما مات اخواتي كده كده من زمان من يوم ابويا كان عايش عاشوا في مصر اتجوزوا عاشوا في مصر. فانا اخذتها اتولدتها انا بقى سبتهم يعني سبتهم ما بيسيبوهاش وحديها يعني وكده باخدها. فطبعا كانوا بيجونا كل عيد فطبعا امي كانت عايشه معايا. بس لما بركت خالص من كورونا وبعد عنك التليف قلت لا لازم تستقر بقى معايا خالص. ربنا يكرمك. اقدر اطل عليها؟ اتفضل حبيبي. تعالي معلش. كل سنه وانت طيبه. انت ايه بتعيطي وانا ايه؟ وانا هعيطك ولا ايه؟ وانا جاي اعيطك ولا ايه؟ ايه يا حاج صلي على النبي. كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم. ايه مالك مالك بس ايه مالك؟ انت زي الفل وباذن الله ان شاء الله ربنا يشفيك. انا كنت عايزه اصوم الدكتور قال لي معلش معلش ما ليس على المريض حرج ليس على المريض حرج. طب انت احكي لي احكي لي بقى انت اخبارك ايه ونفسك في ايه؟ انا جاي والله اشوف بالصدفه قابلت بنتك مروه الجميله. الله يا اللي عيناني صراحه شالتني يا اللي شايلاني وراجلها كسبان ربحان وبشتغل باليومية بس لا في مصر بجيب القرشين والله شريط البرشام بجيبه بألف أو في الشنطة هو اللي بيجيبني وولادي كانوا بيجيبوا وجروا عليا وقعدت 4 شهور في العناية اللي معايا قرش صرفوا عليا بصراحة ولادي الله يسألهم ويرزقهم هم واللي زيهم. رجليا ما بمشيش قاعد على كرسي عندي وجاني تليف على الرقبة. بصرف بقى واللي في الخير بيجيبوه الناس الناس يعني بعد ما صلحت اللي في المستشفى بقى يجيبوني فلوس الناس يعني جيراني والحبايب. طب انت قولي انت يعني احنا هو في شهر الخير. طب انت اولا مش عايزه تعيطي انت ربنا هيكرمك وبعدين ده رفع درجات المرض ده رفع درجات ربنا بيرفع درجاتك ان شاء الله. بس انت نفسك في ايه؟ انا هشوف الصدفه جماعتنا والنهارده لو والله نفسي نفسي اخف. ايه
بصي بقى، صلي على النبي. دول 5000 جنيه هديه من برنامج واحد من الناس ليكي ومن جمعيه البر والتقوى. احنا بنهديك ال 5000 جنيه دي عشان بس ايه يعني ايه تجيبي بيهم العلاج اللي انت عايزاه وتروقي كده. والله وعياط ربنا والجد وشهر رمضان يخليكم ويبارك فيكم ويكفيكم شر المرض. اقل مسوار للدكتور والله 2000 جنيه، والله العربيه اللي بتاخدني من هنا بتاخد 500 جنيه والله العظيم. ان شاء الله. بصي احنا النهارده يعني احنا هديناك، وانا واثق ان كل واحد بيشوفني وبيشوف الحاجه يقدر يساعد معانا مع واحد من الناس وبر والتقوى، ونساعد البر والتقوى لما يقدروا يكملوا علاجها ان شاء الله، لان ظروفها صعبه جدا. ربنا يطمنا عليك يا امي، والف سلامه ورمضان كريم عليك وعليكم بخير. السلام عليكم، وان شاء الله نيجي نزورك تاني يا رب، وتبقى الامور احسن من كده. يا رب يخليك، الامور احسن من كده ان شاء الله. زي ما شفنا الحاله يعني، الحقيقه عايز اقول لكم البيوت ياما فيها، البيوت مليانه اسرار، فيها ستر من عند ربنا، فيها ناس بتتعفف انها تسال. الست دي مش ممكن كنا هنوصل لها، لكن الحمد لله وصلنا لها. 5000 جنيه اللي احنا قدمناهم النهارده مع جمعيه البر والتقوى لا يمثلوا شيء بالنسبه لقيمه علاجها، لكن هيساعدوا. يا ريت نساعدها اكتر واكتر عشان نقدر نكمل علاجها ان شاء الله. من خلال الجمعيه نقدر نعالجها ونوفر لها العلاج. ربنا يجعلنا جميعا في الخير. وعايز اقول لكم ان مبادرات الخير في رمضان كتير، وانت تقدر تعمل مبادره خير. كل واحد سامعني وبيشوفني والاذان قرب اهو دلوقتي، انا واثق ان هو ممكن يبص في الشارع بتاعه، في العماره اللي هو ساكن فيها، في الحي بتاعه، هتلاقي ناس ما بيسالوش عشان عندهم تعافى. دوروا عليهم، روحوا لهم واجبروا بخاطرهم. ربنا يتقبل منكم جميعا صالح الاعمال. سلام عليكم. في قوائم انتظار كتيرة جدا موجودة في جمعية البر والتقوى في انتظار مساعدتكم علشان تكبروا خاطرهم وتفكوا كربهم وتملوا بيوتهم بالفرحة والسعادة.